ما حكم الذي يتخذ الرقية ديدنا مع العلم أنه يخصص لها مكان لذلك؟ اتخاذ الرقية حرفة يتكسب بها الإنسان، تعيش بها، لا ينبغي هذا، ما ينبغي هذا. لكن كونه يرقي الناس ويحسن إليهم، وإذا أعطوه شيء له أن يأخذه، ولكن لا يتفرغ ويجعل الرقية حرفة له ومصدرا للتكسب والتعيش منها. نعم.